اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم سوق السيارات، دنيا السيارات وعالم السيارات كله محكوم بسوق السيارات، وسوق السيارات في مصر دايما مليان بالمفاجآت وبالمعلومات المهمه جدا جدا، مش بس اخبار واسعار وعروض السيارات اللي هتبقى معانا، انما المهم ازاي تحافظ على سيارتك لسلامتك وسلامه اسرتك. سيارتك لو دخل على مشكله او اعطال هتقول لك وهتتكلم وهتنطق ايوه عن طريق رسائل وشفرات، مهم جدا تكون عارفها على الاقل لتفادي الاعطال الكارثيه. مش كده وبس، جشع تجار السيارات وموزعين السيارات هنكون ضدهم، وعلى العكس تجار السيارات المحترمين هيكونوا معانا وفي صميم برنامجنا وهنعين سيارتهم على الطبيعه. اعزائي المشاهدين يلا مع بعض نبدا اولى فقراتنا في برنامج سوق السيارات وهي فقره النصائح المهمه جدا، يلا مع بعض نبدا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في الفقره الاولى من برنامجكم سوق السيارات، هي فقره النصائح المهمه. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي نقص زيت الماتور. نقصان زيت الماتور منتشر جدا في العربيات القديمه وكمان الجديده، ايه اسبابه وتجنبه؟ ده اللي هنتكلم فيه. رقم واحد، الماتور بينقص لان في ناس كتيره جدا عربياتها قديمه الثمانينات والتسعينات وبيحطوا زيت 10,000، فمزوجته تقعد فتره طويله جدا في الماتور فلازم يتبخر مع السخونه ومع المشي الكتير. تاني حاجه بتبقى اسباب خاصه بميكانيكا الماتور او تلف الماتور. رقم واحد فيها تلف او تاكل في الصمامات. ثاني حاجه تاكل في الدباسات او المكابس. الصمامات او المكابس او الاسطوانات اي تاكل فيها او تلف بيؤدي لنقصان في زيت الماتور. والمشكله الاكبر ان احيانا بيبقى طقم الشمبر هو اللي بيؤدي لنقصان زيت الماتور، وسواء طقم الشمبر او عده الاسباب اللي قلناها او وش السلندر بيبقى ده عيب ميكانيكي في السياره وبيحتاج الى تصليح فوري او تصليح خاص بالميكانيكا وليس تصليح نظري او تصليح بسيط. بصراحه هو بيبقى عيب خطير او عيب كبير جدا ملوش علاج غير ان العربيه تعمل عمره او الاسباب اللي قلناها، بيبقى عيب كبير او عيب من العيوب اللي لازم يتغير فيها الماتور او يتعمل له عمره او وش سلندر او يتغير له الجوان. هي عيوب ميكانيكيه بحته ملهاش علاج تاني للاسف. دي العيوب الخاصه بنقصان الزيت وبننصح فيها ان لازم تغير طقم الشمبر او لازم تغير الصمامات او المكابس او الاسطوانات او وش سلندر او تعمل العربيه عمره. دي اسباب نقصان الزيت وتجنبه بشكل سريع، مفيش حل تاني جذري اكتر من الحل اللي احنا قلناه، واي حل تاني بيبقى حل مؤقت وانك تحط زيت ذات لزوجه عاليه، وده بيبقى حل مؤقت. وبرده الماتور بالذات في التلف وبالذات في نقصان الزيت فلازم تعمل الاجراءات اللي قلناها الخاصه بالميكانيكا. دي الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها في نقص زيت الماتور. هنرجع برده للمربط التاني، مهم جدا جدا الصيانه الدوريه للعربيه قبل السفر، وبنقولها في كل فقره، الصيانه الدوريه لازم تحافظ على عربيتك قبل السفر، وسلامه عربيتك بتبدا بسلامه الاطار، ثم تحافظ على سلامه عربيتك قبل السفر بان ما يكونش في نقصان زيت، ثم السيول ما يبقاش فيه اي تشققات، ثم ما يبقاش فيه اي نقص في المياه الرادياتير. كل الحاجات دي مع بعضها لازم تحافظ بيها على عربيتك قبل السفر، ومن اهمها نقصان الزيت اللي اتكلمنا عنه في فقرتنا النهارده. دي فقرتنا الفقره الاولى، ويلا نروح مع بعض للفقره الثانيه، فقره المعرض. سوق السيارات في مصر مليء جدا بالوكلاء والموزعين ومعارض السيارات التي لا حصر لها، وعلى العكس قليل جدا من نجح في اكتساب ثقة العميل. فلا شك أن الأمانة والمصداقية والإخلاص هما الطريق السريع لقطار النجاح الذي كان يحمل بداخله آلة بشرية وفريق عمل على قلب رجل واحد، سمير ريان، علامة التميز التي انفرد بها بقوة في مجال السيارات توت سمير ريان. وعلى الرغم من المنافسة الشرسة لسوق السيارات في مصر، إلا أنه وصل لمكانة منفردة وأصبح أكبر سوق السيارات على مستوى الجمهورية. أوت سمير ريان حقق في السنوات الأخيرة نجاحات متتالية حتى أصبح اسم وعلامة ثقة لأي عميل مقبل على شراء سيارة. وبالأرقام الرسمية بشهادات البنوك المصرية الكبرى أصبح الأكثر مبيعا للسيارات في مصر. أوت سمير ريان.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين في فقره المعرض، وهنبدا فقره المعرض. قبل ما نبدا نرحب بالاستاذ اسلام مدير المبيعات بوسام الريان. اهلا بك استاذ اسلام. اهلا وسهلا بحضرتك. النهارده معانا طبعا مرسيدس كابورليه اي 200، حاجه يعني فئه عاليه جدا جدا في ام جي. طبعا استاذ المشاهدين اكيد متشوقين ان هم يعرفوا عنها اكتر، لان العربيه يعني يعتبر قطعه تحفه. تمام، هي عربيه اي 200، مرسيدس اي 200 اي ام جي باكج كومفورتبل الماني 100%، موتور 2000 سي سي. 2000 سي سي 184 حصان. تمام، جدا بالظبط. عربيه فارهه يعني طبعا ده على الطريق ما شاء الله يعني. بالظبط. نتكلم شويه عن الاوبشن اللي فيها. انا شايف الشاشه ديجيتال وكل حاجه فيها ديجيتال. كل يعني هي شاشه 12 بوصه ديجيتال، اي درايف كامل، طارق اي ام جي، وطارق كهرباء. والطاره بتاعتها الطاره الجديده اللي هو التاتش سكرين، طاره تاتش. الطاره نفسها تاتش. وفيها سماعات بروماستر ساوند سيستم كامل. واضح. وفيها سخانات في الكراسي، وفيها مبردات في الكراسي. مبردات وسخانات. مبردات وسخانات عشان لو الصيف والشتاء. بالظبط. بتبرد بتطوف الكرسي كله. وفيها كراسي كامله كهرباء، ميموري في الكراسي. اي درايف كامل، تحكم في الكومفورتبل من جوه ومن مفتاح. تمام. في ابانوس. في ابانوس خشبي فارغ. تمام. الشاشه طبعا الادراف مميزه، نتكلم عنها شويه. الشاشه في منها كان في الام 10 بينزل الشاشه الصغيره الشاشه الكبيره. دي الشاشه الكبيره اللي 12 بوصه كامله. يبقى في منها متقسم، وفي منها قطعه واحده، في قطعتين، هي القطعه الواحده الكبيره. بالظبط كده. فيها الاستعانه بالشرطه، مفعل بالصيانه، مراكز الخدمه، مفعل بالعربيه يعني اوتوماتيك بالعربيه، صيانه دوريه اوتوماتيك. بالظبط. اهم ما يتميز عن العربيه العاديه الكابورليه، يعني الكابورليه طبعا عربيه حلم كل حد يجيبها. بالظبط. اللي يميز الكابورليه عن العربيه الثانيه غير فتحه السقف، الاوبشن اللي فيها؟ فيها اوبشنز بقى، يعني العربيه انت ما كانش بينزل منها كونفورتبل كتير. لسه ما بدخلناها في 2018. كل المعروف عنها اللي هي في الكونفورتبل بيبقى معروف عنها العربيه صغيره جامد، صغيره مش كبيره. لكن في الكونفورتبل في الفئه اللي هي الاي اي كلاس، الاي كلاس دي بتبقى كبيره. كونفورتبل عربيه تعتبر سيدان من جوه. تمام. شغاله برضو مع بعض. طيب دي الاي 200 كابورليه شفناها من جوه، نشوفها مع بعض من بره للساده المشاهدين. يلا بينا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في فقره السيارات المستعمله. معنا الاستاذ محمد عبد العال مسؤول الفرز والفحص، وهعرفنا ازاي لما نشتري عربيه مستعمله ازاي نشتريها صح. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك ممدوح. اهلا بالاستاذ المشاهدين. النهارده يعني حظنا الكويس ان احنا معانا مرسيدس طبعا الملكه سي 180، عربيه عاليه جدا هيكلمها عنها شويه برضه الاستاذ محمد وهدينا شويه معلومات عنها. العربيه دي حضرتك يا استاذ ممدوح، العربيه دي مرسيدس سي 180، العربية دي 1600 سي سي حضرتك، 156 هورس باور. رغم القوة دي كلها 1600. 1600 سي سي 156 هورس باور. وطبعا عربية مرسيدس ديت مرسيدس عربية عربية ألماني ألماني. عربية ألماني ألماني. يعني تقفيل ألماني. تقفيل ألماني والعربية ألماني تجميع ألماني. طبعا
طبعا احنا لما بنتكلم عن عربيه زي دي جميل اوبشن فيها عربيه كنا فيها كل حاجه. دي العربيه المرسيدس اللي هي الاي ام جي اللي هو المستوى الاعلى الموجود حاليا في مصر الاعلى. دي عربيه دي جنب 19 اللي انت حضرتك شايف العربيه دي عدتها 6000 كيلو يعني غيرت غير الزيت الاول 2017 عامله 6000 كيلو عربيه بحاله ممتازه بحاله ممتازه جدا زي ما حضرتك شايف العربيه ما فيش فيها جرح ما فيش فيها خدش بحاله ممتازه قوي يعني بسم الله ما شاء الله عليها. دي عربياتنا دايما هنا في اوتسامير ريان كلها كسر زيرو 2017 ماشيه 6000 كيلو تمام. بس محمد اتفضل العربيه حضرتك الزيرو بتاعها 2017 عامل 1,450,000 دي الزيرو بتاعها اللي معانا دي العربيه ديت لحد 1,150,000 بالظبط يلا جو واحد بمليون و100 هيخلص بالظبط بالظبط ان شاء الله. لا طبعا فرق السعر واضح تعالى نتفرج عليها من بره ونتفرجها للساده المشاهدين. طبعا فابريكا يا استاذ محمد فابريكا بالكامل العربيه 5000 كيلو بحاله الزيرو تمام زي ما حضرتك شايف العربيه ما فيش فيها جرح ما فيش خدش بسم الله ما شاء الله تمام حاله ممتازه جدا جدا يعني دي اللي هو المستوى الاعلى نايت فيجن اللي هي فتحه سقف بانوراما كراسي كهرباء كاميرا 360 درجه سنسور امامي وخلفي تمام كامله سقف بانوراما كامله كل حاجه يعني فيها ليد امام وخلفي فيها كل حاجه تمام يعني ما شاء الله انا شايف حتى كمان قدامنا ما فيهاش خدش لا خالص خالص بسم الله ما شاء الله بحاله ممتازه جدا يعني. طب تعالى برضو الناحيه الثانيه نشوفها بس انا مش هنشوفها انا شايف برضو الجنب ده ما يختلفش على الجنب الثاني لا خالص العربيه هنا ولا هنا ولا اي تجربه استخدام ممتاز استخدام ممتاز بسم الله ما شاء الله يعني العربيه ما استخدمتش وتوفر مبلغ كويس جدا يعني 150,000 حوالي 200,000 بالظبط بالظبط تمام بس بص للكاميرا تمام انت بتقول الفرق كبير ما بين المليون و100 ومليون بالظبط 50 فرق 50000 فرق 350,000 6000 كيلو تمام 6000 كيلو العربيه مفيش فيها جرح العربيه في الجنه بنفرز العربيه من حاله السمكره والدهان بسم الله ما شاء الله العربيه بحاله الفابريكه يعني بحاله الفابريكه زي ما حضرتك شايف عربيه دي 9 ارباج تسع ارباج فيها خمسه كاميرا في كاميرات في المرايات مرايات ممكنات طايل مرايات كهرباء الكاميرا الاماميه برضو فيها 180 درجه 360 درجه كاميرا 360 درجه تمام سنسور برك سنسور برك امامي وخلفي العربيه من جوه برضو بسم الله ما شاء الله يعني بحاله الزيرو سنسور برك امامي وخلفي وسنسور كاميرا خلفي ايوه تمام عربيه كراسي كهرباء تمام في سخانات كراسي طبعا امكانيات طايمر في ميموري كراسي كهرباء في ميموري كراسي ميموري كراسي ده انا بحتفظ بالقعده بتاعتي اي حد بيجي يركب مكاني بسجل بحتفظ بالرقم بس عليه بيرجع الكرسي زي ما هو بالظبط بالظبط العربيه من جوه طبعا الكاميرا اكيد جايبها معانا من جوه ما شاء الله ما شاء الله استخدامها كويس جدا 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 العربيه من جوه انا شايفها عاليه عاليه جدا ما شاء الله يعني تقريبا ما فيش اوبشن ان اتعمل فيها فيها كل حاجه فيها كل حاجه وده المستوى الاعلى الام جي ده المستوى الاعلى في مصر عالي جدا جدا العربيه عاليه جدا جدا تمام طيب برضو احنا ممكن نخش جواها ونشرحها بالتفصيل للساده المشاهدين استاذنك تركب جنبنا اتفضل افتح بابك برضو استاذ محمد لو بصينا هنا برضو الكاميرا لو بصينا هنا على من اول الباب يعني انا شايف ان ده نيكل بالظبط السماعات بالظبط متعمد انتمونيوم متعمد كلها انتمونيوم ابانوس انتمونيوم كده والسماعات بالظبط نفسه حتى الجلد لونين جلد طبيعي بالظبط جلد طبيعي الباب بسم الله ما شاء الله يعني العربيه تحفه يعني بسم الله من جوه الطاره طاره فيها مثبت سرعه فيها كروس كنترول طالع مالتي فانكشن طالع مالتي في تحكم في 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 الكاس نيكل برضه فيها نواكل انا شايف بالزبط. العربيه حتى الزراير كلها مطليه بالنيكل بالظبط طبعا الشاشه بتاعتها بالظبط لسه قافل البانوراما اللي فوق العربيه بسم الله ما شاء الله انا شايف يعني وهم بسم الله فيها كل حاجه والاجمل من ده كنا هي شبابي بالظبط سي شبابي يعني عربيه عاليه جدا جدا بسم الله ما شاء الله تسع ارباج تسع ارباج تسع ارباج تمام ده ارباج الامان واللي طب انا شايفه كله جلد يعني حتى طب نفسه جلد طبيعي ما شاء الله اللي بص فعلا يعني عربيه معموله بدقه عاليه جدا جدا تقنيه الالماني عامه تقنيه عاليه جدا يعني بص عاليه بصينا عليه كده بالظبط والنواكل كلها مرايه تعتيم مرايه تعتيم عاليه حاجه بتعتم المرايه للاضاءه ما تضايقهاش بالظبط عاملين حساب كل حاجه بسم الله ما شاء الله يعني عربيات لا عربيات العمر عربيات سفر بصراحه العربيه وكمان العربيه اللي معانا يعني انا بتكلم من دي 2017
بقى لها سنه او 18 خلاص اسمها السنه الثانيه، والحاله بتاعتها دي زيرو، ما تحسش زيرو. زيرو ماشيه 6000 كيلو يعني غيار زيت اول وما عملتش اي حاجه ثانيه. هو اول غيار زيت في العربيه مرسيدس بعد 10-15 ألف كيلو بالظبط. في التوكيل طبعا. عربيه في طبعا اشترط انجن وطرق الاسكوبي، طرق متحركه حركه الاسكوبيه، كهرباء، طرق كهرباء، فورمولا دي كهرباء، فيها كروس كنترول، وفيها سبيد ليمتر، وفيها تحكم بلوتوث في الكاسيت. لا لا فيها كل حاجه، تاتش سكرين، تاتش تاتش تاتش، ترى تلسكوبي، حركه تلسكوبيه كهرباء بتتحرك فوق تحت لقدام لورا. تمام. فيها تحكم في الكاسيت، فيها كروس كنترول، فيها سبيد ليمتر، فيها كاسيت تاتش سكرين، فيها تكييف تاتش، تكييف تاتش ديجيتال بتحكم في درجات حراره منفصله. تمام. لا لا فيها فرامل يد كهرباء. تمام. كهرباء. كهرباء. تمام. وزي ما قلنا كاميرا 360 درجة. كاميرا الأمامية 360 درجة. بالظبط. جايبة اللي قدام العربية اللي يمكن أنت نفسك مش شايفه. بالظبط. فيها كمبيوتر أعطال. جايبة تحت خالص. تحت العجل. كاميرا جايبة. كمبيوتر أعطال بيجي لك في العربية. يلا نشوف لها بقى ونشغلها للسادة المشاهدين ونشوفها ونشوف الأوبشن اللي فيها على الطبيعة. اتفضل يا زميلي. دي العربية. ستارت انجن طبعا، مفتاح ستارت انجن. مفتاح. تمام. العربيه زي ما قلت لحضرتك ممدوح، فيها شاشه تاتش سكرين، فيها تحكم ماوس. شاشه طبعا بتحكم في جميع السياره بطريقه ماوس سايق. تمام. ممكن اتحكم في افرادي زي ما حضرتك شايف كده، بخش على الراديو تاتش. تمام. تاتش على شغل وبتحكم بتحكم في الفوليوم بتاع الصوت. تمام. المنظر ده كده. تمام. تمام. وبعمل باك من هنا. تمام. لو انا عايز اخرج الراديو بتاعها طبعا. بالظبط. عايز اتحكم في التكييف، درجات اتجاه الهواء في التكييف زي ما حضرتك شايف. بالظبط. بحدد الاتجاه اللي انا عايزه، اتجاه الهوايه، الهوايه نفسها اتجاهها. اخترت الهواء يجي لي على منطقه الوش، اخترت الهواء يجي لي على منطقه الرجل مع الوش. زي ما حضرتك شايف كده، بحدد الوضع اللي يناسبني. كل ده وانا سايق العربيه. وده طريقه الصالون كلها برضه. بالظبط. بخش على الاير كونديشن اهو. تمام. بتحكم في درجه حراره التكييف داخل العربيه. تمام. تمبريتشر اهو، بتحكم في درجه الحراره، كميه الهواء، توزيع الهواء، درجه الحراره. انا حضرتك شايف كده. تمام. كميه الهواء، توزيع الهواء، درجه الحراره، اتجاه الهواء، سرعه المروحه. تمام. دي درجه الحراره اللي انا محتاجها بالتكييف داخل العربيه. زي ما حضرتك شايف. ماوس انت وانا سايق، كل ده وانا سايق. تمام. ما اشغلش بالي، ما اشغلش نفسي على الطريق خالص. تمام. الرفاهيات دي والاحسن ده. لا ما شاء الله المرسيدس، بسم الله ما شاء الله. تمام. هنا الصوت، لو انا مدخل بلوتوث ما اكتف تليفوني على العربيه. تمام. بينقل الداتا بتاعتي كلها على شاشه قدامي، حد اتصل بيا ببقى شايف مين اللي بيكلمني، بقى عايز ارد، مش عايز اكنسل، مش حاجه. تمام. تمام. الهاتف، السياره، عايز اخش على العربيه، عايز السرفيس، بيشرح لي بقى. بالظبط. مساعدين. تمام. بيشرح زي ما حضرتك شايف كده. تمام. وقت الاناره اللاحقه في الخارج، بيشرح لك كل حاجه العربيه. تمام. قفل الباب اوتوماتيك. عايز مجرد ما اتحرك بالعربيه. بالزبط. اعمل برايف بالعربيه، العربيه تعمل لوك، تعمل لوك اوتوماتيك بعد 20 ثانيه. تمام. بعد 5 ثواني، بعد 10 ثواني. بالظبط. بحدد الكلام ده كله. الاضاءه الاسترشاديه، الاضاءه الاسترشاديه. تمام. طي مرايات كهرباء، طي مرايات داخل كهرباء، كل ده بتحكم فيه عن طريق الماوس ده. تمام. تمام. تبليغ غلط الابواب صوتي، تديني مسج بالصوت. تمام. بالظبط. مساعدة على الركوب والنزول. بالظبط. تمام. كل حاجة. وقت الانهار اللي حاطه في الخارج. وقت الانهار اللي حاطه في الخارج، انا بعد ما بنزل من العربية بعمل لوك للعربية. بالظبط. تمام. العربية بتفضل منورة، تديني اضاءة وانا عايز اخد مسافة معينة. بالزبط. وبعد كده لو انت في حتة ضلمة جدا. بالظبط. بالظبط. ولو عملت ان لوك للعربية، لما اجي اركب عربيتي بعمل ان لوك، العربية بتنور، اعرف مكانها فين، اقدر اوصل للعربية. بالظبط. بسم الله ما شاء الله. انا بقول لو هنتكلم، عايزين حلقات عن المرسيدس. احنا بنختصر للسادة المشاهدين. بالظبط. بالظبط. بنختصر للسادة المشاهدين الاوبشن اللي في المرسيدس طبعا. تمام. دي نبذة عنها. نبذة بسيطة، يعتبر في عجالة كده. عشان التحكم في 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 الساعة، في الوقت، والتاريخ والزمن كله. بالظبط. والبرمجة الخاصة بالرحلات. تمام. 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 في اللانجوج ممكن اخصص اللغة اللي اللغة اللي انت عايزها طبعا. العرض، الكاميرا 360 درجة. دي الكاميرا 360 درجة. تمام. كاميرا امامية وخلفية طبعا. 360 درجة. 360 درجة. اللي قدامه اللي ورا. اللي قدامه اللي ورا، والمراية. المراية نفسها فيها كاميرا. لو حد جاي يعدي من جنب الكاميرا بتجيبه لي صورة. صورة. المراية بشوفه صورة. بشوفه على المراية صورة. بالظبط. وانت جوه العربية. تمام.
تمام. لا ما شاء الله عربيه عاليه جدا جدا. طبعا المرسيدس امكانياتها ما بتنتهيش، دي 680 من جوه شفناها امكانيات بلا نهايه. يلا نشوفها ونوريها للساده المشاهدين من برا. اتفضل. يلا نشوفها نتفرج عليها من برا. دي العربيه من هنا، الجنب ده طبعا احنا ما كناش لسه شفناه. الساده المشاهدين اكيد شايفينه معانا، الجنوط، الجنب، العتب. العربيه بسم الله ما شاء الله طبعا حضرتك شايف من جوه عربيه بحاله ممتازه جدا، يعني مش محتاجه عربية طبعا من ورا بسم الله ما شاء الله حالته زيرو، يعني حالته زيرو كلها، حالته زيرو ما عليك شيء، حتى من تحت العتب بسم الله ما شاء الله مفيش خشب مفيش حاجة، عربية عالية جدا ما شاء الله بالظبط. دي العربية واللون الابيض جميل جدا طبعا، تحفة الالوان، احلى الالوان في المرسيدس، تحفة اللون الابيض احلى الالوان المرسيدس، تحفة العربية اللون الابيض فيها لون جميل جدا جدا جدا، لون جميل بسم الله ما شاء الله تحفة، مع السقف البانوراما، مع السقف البانوراما مع السقف البانوراما. دي 680 برضه الاستاذ محمد في الختام هيقول لنا النبذه بسرعه عن السعر. العربيه دي حضرتك الزيرو بتاعها سعادتك عامل 1,450,000، العربيه دي احنا بنبيعها لحد 1,150,000، يعني فرق حوالي 300,000 جنيه بالظبط. وطبعا انا ماشي 6,000 كيلو للمشاهدين، ان انا ما قدرتش ادي العربيه حقها لان وقت العربيه مش لا وقت الحلقه عايز حلقات طبعا بالظبط. المرسيدس طبعا عربيه غنيه عن التعريف. تمام تمام طبعا، احنا طبعا قدرنا نختصر نختصر طبعا عشان وقت الحلقه بالظبط. احنا قلنا هي 2017 ماشيه 6,000 كيلو بالظبط، 2017 عامله 6,000 كيلو تمام، سعرها 1,450,000 المستعمل، 1,450,000 اعزائي المشاهدين. انت مرسيدس عايز حلقات عشان نتكلم عنها، احنا اختصرنا 680 عربيه تحفه واكثر من كلمه تحفه. نهايه الحلقه بشكر الاستاذ محمد، شكرا لحضرتك، بشكركم على المتابعه واستنكرت المستعمل وفي برنامج سوق السيارات الحلقه اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.